أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرسل فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية والعربية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانت: فقدان وشيك للسيطرة على الوضع الصحي المتدهور في العراق. ونقرأ في المدى: أربيل، الوضع الصحي للمدينة ينذر بالخطر. نتصفح في الزمان: استهداف خطين لنقل الطاقة في بغداد وصلاح الدين. جاء في عربي 21: الآلاف يفرون من أحياء درعا المحاصرة نتيجة تصعيد قوات الأسد. يقين نت جاء فيها: حقوق الإنسان، وفاة 3 موقوفين خلال أقل من شهر في البصرة. ونطالع في العرب الجديد: لندن وواشنطن تدعوان رعاياهما لمغادرة أفغانستان على الفور. ونتصفح في الجارديان: علماء يلاحظون مؤشرات خطيرة على المناخ. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني العراقي، وجاء فيها مقال للكاتب فخر الحسيني، حيث يقول: سجن الحوت كان من أهم إنجازات هذه الحكومات التابعة للاحتلال في 2008، وكأنها تود هذه أن تخرج لسانها لشعب اعتقد أنه حصل على فسحة من الديمقراطية حين حصل على الستلايت والتليفون المحمول. سجن يضم رواد التعذيب المتخصصين بالوحشية واللا إنسانية، ولا نريد أن نتخيل ما يحصل خلف القضبان. يكفي أنك تنظر لصور السجناء هناك وعيونهم الشاخصة الجاحظة وأجسادهم الهزيلة، ستعرف فورا مدى الظلم والإرهاب الذي يمارسه الجلاد بحقهم. والله بابا مو إرهابي. سجن الحوت الوصمة التي لا تليق ببطولة زلم الناصرية. من المزايا التي تميز هذا السجن أنه للتصفيات الكيدية. حتى أقسى وأسوأ سجون العالم كسجن الدولفين الأسود في روسيا، أو سجن متروبوليتان في نيويورك، أو سجن كارانديروا في البرازيل، التي تعد من أسوأ السجون عالمياً على الرغم من أنها تضم عتات مجرمي العصابات. حتى هذه السجون المشبوهة دخلها نزلاؤها بمحاكمات ودلائل وقرائن وإثباتات وشهود، لكن المعتقلين في سجن الحوت يدخلونه كائنات بشرية ويختفون من على وجه البسيطة. وإن كان المعتقل محظوظا فإنه يسلم لأهله جثة هامدة. يتباهى ساسة العراق من حكومة الاحتلال بأن تسميته بالحوت تيمنا بالحوت الذي يبتلع كل شيء. يتساقط المعتقلون الواحدة تلو الآخر بسبب الاكتظاظ والتعذيب. سجن الحوت معتقل ميليشياوي طائفي مقيت ابتلع كل من عارض تلك الحكومة اللقيطة من مكون معين. وإلا كيف نفسر أن أكثر المعتقلين هم من طائفة بعينها، وأننا لم نسمع بمحاكمات أدت إلى أحكام بالسجن؟ تستغل الحكومة الميليشياوية في المنطقة الخضراء خوف الناس من فزاعة داعش وتوهمهم بأن كل من في هذا السجن هم قياديون وإرهابيون يستحقون هذا المعتقل الجحيمي بالنكهة الطائفية، حتى لا يتساءل المواطن العادي عن شرعية هذا المعتقل. يضيف الكاتب: تذكروا يا أهل ذي قار الكرام، فمن يضحي من أجل الحرية وينادي بثورة على الظلم والاضطهاد لا تقبل ثورته إطلاقا دون أن يزيل الظلم عن إخوته في الوطن. تذكروا جيدا هذا الكلام. تذكروا سجن الباستيل الذي أنشئ في فرنسا كسجن للمعارضين السياسيين والمسجونين الدينيين والمحرضين ضد الدولة، وأصبح على مدار السنين رمزا للطغيان والظلم، والذي انطلقت منه الشرارة الأولى للثورة الفرنسية في العام 1789 للميلاد، وما تزال فرنسا حتى يومنا هذا تحتفل بمناسبة اقتحام السجن باعتبارها اليوم الوطني لفرنسا. فمتى نحتفل بيومنا الوطني دون سجون ودون تعذيب؟
التعذيب انتهاك خطير للعدالة ولحقوق الإنسان وجريمة لا تسقط بالتقادم. أكرم عبد الرزاق المشهداني يقول: التعذيب انتهاك خطير للعدالة ولحقوق الإنسان وجريمة لا تسقط بالتقادم، عنوان لمقال يعود للكاتب أكرم عبد الرزاق المشهداني، وجاء فيه: أعادت قضية وفاة شاب في البصرة نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه في قسم مكافحة الجرائم بشرطة البصرة موضوع التعذيب في مراحل التحقيق إلى الواجهة. رغم إنكار جهاز شرطة البصرة لصحة كون الوفاة حصلت بسبب التعذيب، وعزوا سبب الوفاة إلى تناول المتهم جرعات زائدة من المخدرات. بيان المجلس الأعلى للقضاء لا يعفي القضاة من مسؤوليتهم عن موضوع تفشي التعذيب في دوائر التحقيق التي يفترض أنها تعمل تحت مسؤولية وإشراف وقرار من القضاء، وتحديداً قضاء التحقيق الذي ينفرد بامتلاك السلطة التحقيقية لتدوين أقوال المتهم ومناقشته ومناقشة الأدلة التي يقدمها المحقق في الأوراق التحقيقية والتي تثبت صلة المتهم بالجريمة موضوع البحث. كما أن من أولى مهام قاضي التحقيق أن يميز الأدلة المنتزعة من المتهم خلال التحقيق من أقوال واعترافات جرمية، وهل أنها أخذت بشكل قانوني أم باستخدام العنف والتعذيب. كما أن محامي الكثير من المتهمين أكدوا أن اعترافات موكليهم المدانين قضائياً انتزعت من قبل المحققين بالتعذيب والقسوة والإرغام. وهناك المئات من المتهمين الأبرياء الذين صدرت عليهم إدانات في جرائم لم يرتكبوها نتيجة التعذيب في مكاتب التحقيق دون أن يقوم القضاء بتحري صدق الاعترافات. حالة التعذيب والإكراه الجسدي تمارس على نطاق واسع في العراق، سواء على مستوى عناصر الشرطة والأمن في مراكز الأمن الرسمية أو على مستوى بعض عناصر الفصائل والميليشيات المسلحة. العراقيون ورئيسي والأمل المفقود. إبراهيم الزبيدي يقول: إن الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين وباقي الحلفاء مكتفون اليوم كما كانوا في السنين الأربعين الماضية بالتهديد المخفف مع إيران والمخلوط بالدعوة إلى الصلح وإلى مقالة عفى الله عما سلف. وفي ضوء كل هذه الإشارات المحبطة المقصودة، تزايد إحباط العراقيين وتجددت شكوكهم القديمة بدول أوروبا والولايات المتحدة، فغسلوا أيديهم منها بالماء والصابون. باعتبار أن لا خلاص للعراقيين من نير الاحتلال الإيراني الذي أفقرهم وهيمن على مؤسسات دولتهم وسلط عليهم سلاح ميليشياته الوقحة ونهب ثرواتهم وأذلهم وحرمهم من الحياة الآمنة، فقد تمنوا أن يكون تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية، وهو المصنف أوروبياً وأمريكياً وإسرائيلياً وعالمياً بأنه قاتل وتنبغي محاكمته على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية. وبالتزامن مع هجمات القرصنة الجديدة التي دشن بها عهده الشرير ضد السفن التجارية الغربية في الخليج العربي وخليج عمان، أن تعمد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول الخليج العربية هذه المرة إلى توجيه ضربة عسكرية تقصم ظهر نظامه وتضع نهاية لإرهابه وتعيده إلى داخل حدوده، خصوصاً مع تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إيران على بعد 10 أسابيع من صنع سلاح نووي. ورغم أن التجارب 18 سنة أقنعتهم بأن الولايات المتحدة التي غزت بلادهم لإسقاط نظام ديكتاتوري خطر على أمن العالم ومصالحه الحيوية تحالفت مع نظام لم يخلق مثله في التخلف والعدوانية والدموية والإرهاب وسلمته بلادهم وكراماتهم وثرواتهم، إلا أنهم اعتقدوا أخيراً بأن صبرها وصبر حلفائها قد نفد وصار لزاماً أن تكفر عن ذنبها العظيم وتعيد السلم والأمن إلى شعوب المنطقة والعالم لتريح وتستريح. الكاتب إبراهيم الزبيدي يقول: إذن المنطقة لن تشهد حرباً من أي نوع وبأي حجم، لأن الولايات المتحدة لا تريدها، ولأنها لن تسمح لحليفتها إسرائيل بأكثر من بضع عمليات عسكرية محدودة محتملة من باب رفع العتب،
وستمنعها من توجيه ضربات انتقامية موجعة تهدد بقاء النظام الإيراني. ومن هنا تحديداً يمكن التنبؤ ببقاء الحال على حاله في العراق وسوريا وكذلك في اليمن وعموم المنطقة، ويصبح سهلاً رؤية شكل العلاقة الإيرانية مع العراق في الفترة القادمة. أزمة اللاجئين العراقيين على حدود ليتوانيا. تتطور أزمة اللاجئين العراقيين على الحدود بين دولتي ليتوانيا وبيلاروسيا، إذ يسعى مئات منهم للدخول إلى الأراضي الليتوانية، لكن حرس حدود الدولة المحسوبة على الاتحاد الأوروبي يمنع ذلك، فيما بدأت الأوضاع تأخذ منحى آخر بعد مقتل لاجئ عراقي في ظروف غامضة. لنستمع إلى تقرير لصحيفة العرب الجديد حول هذه القضية. تقول السلطات الليتوانية إن هجرة العراقيين غير النظامية إلى دول أوروبا عبر بيلاروسيا ثم ليتوانيا بلغت مستويات خطيرة، الأمر الذي دفع ليتوانيا إلى مخاطبة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بطريقة رسمية نهاية تموز يوليو المنصرم في سبيل التعاون لإيقاف هذا النوع من الهجرة. إلا أن العراق أكد أنه لا يمكنه التعاون على اعتبار أن العراقيين لا يرتكبون أي أخطاء أثناء خروجهم من العراق بشكل رسمي. ويبدو وفق تقارير عراقية محلية أن خط السفر من العراق إلى ليتوانيا يكون عبر دولة بيلاروسيا، ويبدأ من بغداد ثم إسطنبول وصولا إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا، ومنها إلى ليتوانيا بتكلفة 35 ألف يورو للعائلة، فيما يتم نقل الشاب بمبلغ 1500 يورو وفق تقارير عراقية محلية. الكاتب يقول: المسؤولون يراقبون في العراق تطور هذا الملف من دون إمكانية وجود فرصة لحله، لا سيما أن اللاجئين العراقيين يغادرون العراق بطريقة رسمية. أزمة الكهرباء في ليبيا، السير على خطى العراق. أزمة الكهرباء في ليبيا عمرها نحو 10 سنوات، واستفحلت منذ عام 5 تقريبا، وصارت من أبرز مظاهر التأزيم في البلاد وعلامة على الواقع المرير الذي يكابله الليبيون. المقلق في الأمر أن الوضع صار يتطور إلى الأسوأ كل عام، والتشخيص هو والفشل في احتواء الوضع مستمر، وخطورة هذا التسويف هو تنميط الأزمة ودفع الليبيين إلى التعايش معها من خلال الاعتماد على وسائل الإنتاج الذاتية في مقابل هدر وفساد ولا نهاية له في القطاع العام. مأساة العراق يمكن أن تتكرر في ليبيا، فأزمة الكهرباء في العراق الغني بالنفط قائمة منذ العام 2015، وفي آخر الاستقصاءات ثبت أن الحكومات المتعاقبة أنفقت ما يزيد على 80 مليار دولار أمريكي على القطاع دون أن تحقق نتائج مرضية، فساعات الإظلام تصل إلى أكثر من 12 ساعة في الكثير من المدن العراقية، وتأسس في العراق قطاع خاص يتاجر في خدمات الكهرباء وصار كبيراً وبإمكانيات ضخمة ويعتمد عليه شرائح واسعة من العراقيين. ملامح الواقع العراقي بدأ بالتشكل في ليبيا، حيث بلغ الإخفاق والعجز الحكومي مبلغه، وصارت تجارة مولدات الكهرباء كبيرة وصار الاعتماد عليها واسعاً جداً. وعلى الرغم من دخول تقنية توليد الطاقة عبر المسطحات الشمسية إلى السوق الليبي وأيضاً المحولات الكهربائية صغيرة الحجم، إلا أن الاعتماد ظل كبيراً جداً على المولدات التي يتم تشغيلها بالبنزين والسولار. وننوه أن كل الذين تولوا منصب وزير الكهرباء في العراق تعهدوا باحتواء الأزمة في زمن قياسي، لكن انتهى بهم الأمر إلى الفشل والاستقالة، حيث بلغ الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء منذ تطور الأزمة ما يقرب من 20 وزيراً. يبدو أن أزمة الكهرباء ليست في العراق فقط. الكاتب يقول: صحيح أن الإنفاق العام في ليبيا على قطاع الكهرباء لم يصل إلى المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها في العراق، لأن ميزانية القطاع كبيرة جدا وكادره ضخم، وقد تم تغطية التمويل اللازم لمعالجة الأزمة بالمليارات، ولا بارقة أمل
تلوح في الأفق. رئيس إيران سيجر بايدن إلى الشرق الأوسط. نشرت مجلة فوريون بوليسي تقريرا قالت فيه إنه حتى قبل أداء إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني الجديد المتشدد اليمين، كانت إيران تصعد الأعمال العدائية على عدة جبهات في الشرق الأوسط. وأضافت المجلة أنه كما يقول الخبراء فمن المرجح أن تصبح طهران أكثر عدوانية، وهذا يعني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مثل العديد من أسلافه قد لا يحصل على رغبته في التقليل من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة. يعد سلوك طهران العدواني جزءاً من نمط ربما بدأ في عام 2019 مع أمريكا عندما قرر الرئيس دونالد ترامب وقتها عدم الرد على إيران لإسقاطها طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار. ومن المحتمل أيضاً أن يكون ذلك رد فعل على إشارات بايدن القوية بأنه يريد العودة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015 جزئياً لتمهيد الطريق لتركيز استراتيجي أكبر على المحيطين الهندي والهادي والتهديد من الصين. على مدار العام الماضي أو نحو ذلك أشارت إيران إلى ارتياح متزايد للتصعيد والصراع، وهو شعور يغذيه جزئياً التصور بأن أمريكا قوة متضائلة في الشرق الأوسط لا رغبة لها في الصراع. جهود بايدن لتقليل المشاركة تذكر بمفارقة قديمة في الدبلوماسية الأمريكية، فقد سعت كل إدارة أمريكية تقريباً لعقود من الزمن إلى تجنب التورط في وحل الشرق الأوسط والتركيز على التهديدات التي يمكن التحكم فيها في أماكن أخرى، ولكن هذا يميل إلى جعل الأمور أسوأ مع تزايد عدوانية المعتدين في المنطقة. وقال مفوض الشرق الأوسط منذ فترة طويلة دينيس روس: قد تعتقد أنه يمكنك تجاهل الشرق الأوسط لكنه لا يتجاهلك، أليس من الأفضل لك تشكيل تدخلك هناك بدلا من أن تشكله المنطقة لك؟ الصحيفة تقول من المرجح أن يعني صعود رئيسي أكثر من بضع ليال بلا نوم لإدارة بايدن، بينما تبقى احتمالات نشوب حرب كبرى بين إسرائيل وإيران منخفضة في الوقت الحالي. طبعا فإن احتمالات وقوع اشتباكات خطيرة في أي عدد من الجبهات عبر الوكلاء وبشكل مباشر ستزداد بشكل كبير. بعيداً عن السياسة، نشرت الجارديان البريطانية تقريراً للصحفي داميان كانغتون قال فيه إن علماء المناخ اكتشفوا مؤشرات خطيرة على احتمال انهيار تيار الخليج بين هلالين، تيار خليج المكسيك إحدى أهم نقاط التحول المحتملة على كوكب الأرض. ووجد البحث بحسب التقرير فقدانا شبه كامل للاستقرار خلال القرن الماضي للتيارات التي أطلق عليها الباحثون اسم دوران انقلاب خط الطول الأطلسي، وقد وصلت التيارات بالفعل إلى أبطأ نقطة لها منذ 1600 عام على الأقل، لكن التحليل الجديد يظهر أنها قد تكون على وشك الإغلاق، وسيكون لمثل هذا الحدث عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم، حيث يؤدي إلى اضطراب شديد في هطول الأمطار التي يعتمد عليها مليارات البشر في الغذاء في الهند وأمريكا الجنوبية وغرب أفريقيا، بالإضافة إلى زيادة العواصف وخفض درجات الحرارة في أوروبا ورفع مستوى سطح البحر في شرق الولايات المتحدة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.